بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي طلبة طلبات كلية الطب، أهلا بيكم في حلقة جديدة اللي هي الحلقة الثالثة في حلقات الإمبريولوجي أوف ذا هارت أو الإمبريولوجي أوف ذا كارديو فاسكولار سيستم بصفة عامة. هنناقش في الحلقة دي أو في الفيديو ده الـ development of the atrium and the inter atrial septum، يعني إزاي الـ primitive atrium بتاعنا بتاع الـ heart tube هيتحول إلى right atrium and left atrium، وهنتكلم على الكونتنتس بتاعت كل اتريوم وازاي بيوصل لشكله النهائي في الماتيور هارت. هيكون معاكم دكتور احمد فريد بالشرح والتعليق على السلايدز دي، مدرس الاناتومي في كليه الطب جامعه عين شمس. نبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم، وقبل ما ابدا دايما الاتريوم والانتر اتريال سيبتوم لازم ابدا بحاجه مهمه جدا اللي هو الكونكشن اللي بين البريمتيف اتريوم والبريمتيف فنتريكل اللي هو اسمه الاتريو فنتريكولار كانال. يبقى لازم ابدا قبل ما اتكلم على الديفلوبمنت اوف ذا اتريوم اتكلم على الاتريو فنتريكولار كانال. قدامي صوره لذيذه جدا، سايد فيو اوف ذا هارت تيوب بعد ما حصل لها الالونجيشن اند بيندنج. فاكرين مع بعض ان اول تشيمبر او اول سويلنج في الهارت تيوب من فوق كانت ترانكس ارتريوزز، تحتيه كان البالبس كوردس، ثم البريمتيف فنتريكل، ثم البريمتيف اتريوم، واخر واحده خالص اللي هو الفينوس اند اوف ذا هارت تيوب كانت الساينس فينوزز. نفتكر مع بعض في المحاضره اللي فاتت ان احنا قلنا ان بيحصل elongation and bending of the heart tube بحيث يبقى عامله زي حرف الاس في الاخر بالمنظر ده. يبقى انا هنا باصص سايد فيو للهارت تيوب بعد ما حصل لها elongation and bending. الكونكشن اللي بين البريمتيف اتريوم والبريمتيف فنتريكل هيحصل له شويه elongation ويبقى اسمه اتريو فنتريكولار كانال. يبقى اسمه ايه يا اولاد؟ اتريو فنتريكولار كانال. يبقى what is the definition of اتريو فنتريكولار كانال؟ It is the elongated constriction between the primitive atrium and the primitive ventricle اللي انا بشاور عليه في الصوره بالبوينتر زي ما انتم شايفين كده. ايه اللي هيحصل في الاتريو فنتريكولار كانال ده؟ هيظهر حاجتين اسمهم ventral and dorsal endocardial cushions. كلمه cushion يعني وسائد او حواجز، فيظهر لي ventral endocardial cushion و dorsal endocardial cushion. ventral and dorsal endocardial cushions will appear، يعني شوية خلايا هيحصل لها proliferation من هنا وشوية خلايا هيحصل لها proliferation من هنا. بيبقى الغرض الأساسي إن ال ventral endocardial cushion تقابل ال dorsal endocardial cushion ويعملوا fusion مع بعض ويعملوا septum اسمها septum intermedium. الهدف من هذه السبتم هو تقسيم الكنال في الحتة دي into right atrioventricular canal اللي هي موجودة behind هنا مطرح السهم وهو داخل، and left atrioventricular canal اللي انا فاتحها اصلا علشان اشوف الهارت تيوب بالمنظر ده. يبقى اذا في sagittal section انا عامل sagittal section وبصص على right side of the heart tube من الناحية دي. So this is left lateral view. ال right side of the heart tube عند ال atrioventricular canal اتخلق جواه septum اسمها septum intermedium. قامت اسمى الممر اللي بين ال primitive atrium وال primitive ventricle into right half and left half. Right and left parts. طيب نبص على المنطقة دي بس، ال atrioventricular canal top view كده بعد ما ناخد فيها cut section. هتلاقي ظهرة ال endocardial cushion اللي قدام واللي ورا، الفنترال والدورسال، وقعدوا الاتنين يكبروا لحد ما قابلوا بعض، عملوا سنجل اندوكارديال كوشن، قسمت الكنال او الكونكشن اللي بين البريمتيف اتريوم والبريمتيف فنتريكل انتو رايت اتريو فنتريكولار كنال اند ليفت اتريو فنتريكولار كنال. طيب يا دكتور احنا مش فاهمين، نبص على منظر تاني، كورونال سيكشن، هقطع كده، شايفين انا قاطع ازاي؟ هقطع كورونال سيكشن وابص من هنا. وبص anterior view هيظهر قدامي المنظر ده، ادي البريمتيف اتريوم وادي البريمتيف فنتريكل، كان الكونكشن اللي بينهم elongated سميته اتريو فنتريكولار كانال، اتخلق جواه ventral and dorsal endocardial cushions، قاموا متقابلين فقسموا الممر او الكنال into right اتريو فنتريكولار كانال and left اتريو فنتريكولار كانال، او the right half of the اتريو فنتريكولار كانال and the left half of the اتريو فنتريكولار كانال. من غير اي فهلوه بقى، انا اتخلق عندي السبتم دي to divide this canal into right half and left half. الهدف يا ولاد ان السبتم دي اللي بقى اسمها septum intermedium
هينزل يتقابل معها الانتر اتريال سيبتم، وهتتقابل معها من تحت الانتر فنتريكولار سيبتم، علشان الهارت يتقسم عندي انتو رايت هاف في فينوس بلاد وليفت هاف في ارتيريال بلاد في المستقبل ان شاء الله. يبقى بمنتهى البساطة الجزء ده من الاتريو فنتريكولار كانال هيديني ايه في الماتيور هارت؟ قال لك والله يا دكتور الجزء اللي ناحية الاتريوم من الكنال هيشارك في تكوين كل اتريوم. طب والجزء اللي ناحية الفنتريكلز؟ بالمنطق مش هيسيب الكنال مفتوحة بالمنظر ده، هيحصل له سيلولار بروليفريشنز علشان يخلق لي الكاسبس اوف ذا فالفز، اتريو فنتريكولار فالفز. يبقى هنا هيطلع لي 2 كاسب عشان يعمل لي الميترال فالف، وهنا هيطلع لي 3 كاسبس عشان يعمل لي الترايكاسبيد فالف. قال لك والجزء ده من السبتم هيساعد الانتر اتريال سبتم انها تقفل، وهيساعد الانتر فنتريكولار سبتم انها تقفل، عشان كده سمينا الجزء ده سبتم انترميديوم. يبقى اذا ذا فنتريكولار سايد of each part of the atrioventricular canal، يعني الجزء ده هيحصل له proliferation عشان يخلق لي الكاسبس of the atrioventricular valves، هنا تريكاسبيد على اليمين وميترال على الشمال. اما الجزء الاتريال اللي فوق ده من الاتريوventricular canal، يعني الجزء اللي انا بشاور عليه ده، هيساهم في الفورميشن of the corresponding atrium. واخيرا the septum intermedium شخصيا اللي هي الفيوزد endocardial cushions هتشارك في الفورميشن اوف ذا ميمبرينس بارت اوف ذا انتر فنتريكولار سيبتم من تحت كده. كويس، يبقى اذا الاتريو فنتريكولار كانال كانت مهمه في ان انا اقسم الهارت بتاعي انتو رايت بارت اند ليفت بارت، يعني اقسم المكان او الجنكشن اللي بين الاتريوم والفنتريكل انتو رايت هاف اند ليفت هاف، علشان في المستقبل السبتم اللي اتخلقت دي اللي اسمها سبتم انترميديوم او الاندوكارديال كوشنز دي تتقابل مع الانتر اتريال سبتم من فوق ومع الانتر فنتريكولار سبتم من تحت، وينفصل الفينوس بارت عن الاتريال بارت او الارتيريال بارت اوف ذا هارت. ماشي يا شباب، نبدا بقى بعد ما عملنا ادي الاندوكارديال كوشنز ده سايد فيو بالظبط زي بتاع المره اللي فاتت، ادي اللي قدام واللي ورا التحموا مع بعض عملوا سبتم انترميديوم فقسموا لي الاتريو فنتريكولار كانال انتو رايت هاف اند ليفت هاف. البريمتيف اتريوم بقى ازاي يتقسم لرايت اتريوم اند ليفت اتريوم؟ بمنتهى البساطه ابني جواه جدار اسمه انتر اتريال سبتم. اسمه ايه؟ انتر اتريال سبتم. لازم يكون في جدار بين الرايت اتريوم والليفت اتريوم، يبقى البريمتيف اتريوم لازم يبقى ديفايدد انتو رايت اند ليفت تشامبرز باي انتر اتريال سبتم. خلي بالك طول ما البيبي في الانترايوتراين لايف throughout the intrauterine life لازم يبقى في كونكشن بين الرايت اتريوم والليفت اتريوم، وكلنا عارفين ان اللنج بتاعت البيبي بتبقى لسه مش شغاله، فبيبقى الفينوس بلاد اللي بيرجع في الرايت اتريوم محتاج انه يروح على الليفت اتريوم علشان الدم اللي ينزل للرايت فنتريكل ويروح لللنج يبقى شويه صغيرين ما يبقاش كتير، لان البيبي وهو في اليوترس ولسه ما اتولدش لا يعتمد على الرئتين في التنفس، بل محتاج شويه دم صغننين بس اللي يروحوا الرئتين يحافظوا عليهم انهم عايشين. فعشان كده لازم يبقى فيه الفينوس بلاد بعد ما يخش للرايت اتريوم لازم يروح للليفت اتريوم. بص معايا كده، ده البريمتيف اتريوم باصص عليه من الجنب رايت لاترال فيو، وده البريمتيف اتريوم باصص عليه anterior view بعد ما خدت فيه coronal section. ادي right atrium في المستقبل وادي left atrium، يبقى ده كله اسمه ايه؟ primitive atrium. قال لك هينزل من الروف of the primitive atrium septum اسمها septum primum، يعني الحاجز الاولي. شكله عامل ازاي ده يا دكتور؟ شكله concentric membrane، يعني عامل شبه الهلال، يقوم نازل من الروف of the atrium زي ما انا عامل بالسهم كده، ينزل في اتجاه من فوق لتحت، يعني في الصورة دي كده يجي من السقف بتاع البريمتيف اتريوم وينزل لتحت، عايز يروح يقابل الاندوكارديال كوشن عشان يقسم البريمتيف اتريوم انتو رايت اتريوم اند ليفت اتريوم. لما ابص عليه من الجنب يا اولاد هلاقيه شكله هلالي الشكل بالمنظر ده، ينزل ينمو ان ذيس دايركشن في هذا الاتجاه، ويسيب فورة من تحتيه كده اسمه فورامن برايمم. يبقى السبتم برايمم عاملة شبه الهلال، الجزء الناقص منها تحت اسمه فورامين برايمم على اسم السبتم. كويس، وتفضل السبتم تكبر في الحجم
وتنزل لتحت مع اتجاه السهم زي ما احنا شايفين كده، وكل ما السبتم تنزل لتحت وتقرب للاندوكارديال كوشنز او للسبتم انترميديوم يصغر الفورامين برايمم، يصغر في الحجم الى ان يصل الى ان يغلق الفورامين برايمم ده. كل ما السبتم برايمم تكبر هيقفل، كل ما السبتم برايمم تكبر في الحجم وتقرب وتعمل فيوجن مع الاندوكارديال كوشنز او مع السبتم انترميديوم بتاعت الاتروفنتريكولار كانال اللي انا لسه قايلها في السلايد اللي فاتت، هيتقفل الفورامين برايمم. وعلشان يفضل في كونكشن بين الرايت اتريوم اند ليفت اتريوم اللي هو مستخبي ورا السبتم في الصوره دي، علشان يبقى في كونكشن دايما بين الرايت اتريوم والليفت اتريوم، قبل ما يقفل الفورامين برايمم ويتقفل خالص يظهر لي فورامين تاني في السنتر بتاع السبتم، هيبقى اسمه فورامين سكندم. بيبدأ ازاي يا ولاد الفورامين سكندم؟ بشوية فتحات كده، شوية اخرام تظهر في السبتم برايمم وتجتمع مع بعض هذه الثقوب وتعمل لي ثقب واحد اسمه فورامين سكندم. يبقى يا ولاد واحنا بنذاكر ما نتلخبطش، فورامين برايمم اند فورامين سكندم الاتنين ليهم علاقة بالسبتم برايمم. يبقى السبتم برايمم هي اول سبتم بتنزل من السقف يا دكتور بتاع الاتريوم، والهدف بتاعها انها نازله لحد ما توصل للسبتم انترميديوم علشان تقسم البريمتيف اتريوم انتو رايت اتريوم اند ليفت اتريوم، وهي عامله شبه الهلال، كل ما تنزل وتقرب للسبتم انترميديوم كل ما الفورامين برايمم يصغر لحد ما يتقفل في الاخر. قبل ما يتقفل بيظهر فورامين سكندم في السنتر of the septum علشان يسمح بوجود دايما كافيتي يوصل الرايت اتريوم بالليفت اتريوم. بص كده الصورة دي، اللون الفاتح ده يا ولاد هي السبتم برايمم، اغلقت خلاص ووصلت للاندوكارديال كوشن وانا مش شايف فورامين برايمم خلاص. بعد ما اغلق او قبل ما يغلق الفورامين برايمم على طول ظهر لي فورامين تاني في السبتم الاولانية اللي انا لسه قايله اسمه فورامين سكندم. بقى في فتحه بين الرايت اتريوم والليفت اتريوم، بس الفتحه دي يا ولاد مش واخده خاصيه الفالف اكشن، فعلشان كده يظهر لي سبتم تانية اسمها سبتم سكندم اللي هي بقى باللون الغامق في الصوره دي. ينزل لي سبتم تانية اسمها سبتم سكندم على ايد السبتم برايمم اليمين، يعني لو كانت دي السبتم برايمم فيها فورامين سكندم فتح قبل ما البرايمم ما يقفل، تقوم نازلة علي منها فورامين سبتم تانية اسمها سبتم سكندم عاملة شبه الهلال برضو، بس لما بتنزل مش هتوصل للآخر، هتسيب تحتها اوفال اوبننج اسمها فورامين اوفال. يبقى السبتم سكندم بتظهر at the right side of the septum برايمم، يعني على الناحية اليمين للسبتم برايمم، وتنزل عشان تقابل الاندوكارديال كوشنز من قدام بس، لكن مش هتقابلها من ورا، وتسيب تحتها فورامين اسمه فورامين اوفال. تسيب تحتها فورامين اسمه ايه؟ فورامين اوفال. يقوم جاي الدم يا ولاد يخش من الفورامين اوفال من الرايت اتريوم، يعدي في الفورامين اوفال ويقوم طالع لفوق كده بين التو سبتا وبعض عشان ينط من الفورامين سكندم ويلاقي نفسه دخل الليفت اتريوم. يجي يرجع تاني يلاقي الاوفرلاب اللي حاصل بين السبتم برايمم والسبتم سكندم، فالسبتم برايمم تمنع رجوع الدم تاني للرايت اتريوم اهو. واللي بيساهم في تشكيل وتكوين السبتم سكندم كمان الليفت فينوس فالف بتاع الساينس فينوزز، ولازم ترجع لمحاضره الساينس فينوزز عشان تفتكر فتحه الساينس فينوزز في الرايت اتريوم ادتني ايه. كان ليها رايت فينوس فالف ادى كريستا ترمينالز والفالف بتاع الانفيوفينا كافا، وكان في ليفت فينوس فالف لو تفتكروا معايا قلنا انه هيشارك في السبتم سكندم. ماشي يا شباب؟ يعني يعمل انتر اتريال سبتم يعني. طب يا دكتور عشان نتخيل ورينا انيميشن، اتفرج معايا كده على الصورة دي. ادي القلب انا فاتحه ساجيتالي وباصص عليه من اليمين. بص كده من الحتة اللي فوق اللي هي البريمتيف اتريوم، نزل فيه سبتم الاول اسمها برايمم، الفورامين اللي تحت كان برايمم، قبل ما يقفل اتفتح فورامين تاني فيها اسمه سكندم، وبعدين على ايدها اليمين قامت نازله سبتم تانية اسمها سبتم سكندم، وكانت الفتحة اللي تحتها اسمها فورامين اوفال. تعالوا كده نتفرج على الدايركشن بتاع البلاد فلو
from right atrium to left atrium اهو. قال لك الفينس ريتيرن هيرجع للرايت اتريوم عن طريق كوروناري ساينس والسوبيو فينا كافا والانفيو فينا كافا، يمر من تحت السبتم سكندم، يعني يمر في الفورامين اوفال، وبعدين يخش علشان يوصل للليفت اتريوم عن طريق الفورامين سكندم اللي كان موجود في السبتم برايمم. يجي يرجع تاني هيلاقي السبتم برايمم عملت اوفرلاب ورجعت كده قفلت على السبتم سكندم، يبقى اذا الفالف اللي حصل يا ولاد بسبب الاوفرلاب اوف ذا سبتم برايمم اجينست سبتم سكندم. يبقى الدم دخل من رايت اتريوم، عدى من الفورامين اوفال، يعني عدى من تحت السبتم سكندم وقام طالع فوق كده، نط عن طريق الفورامين سكندم وقام داخل في الليفت اتريوم. يجي يرجع الدم تاني، يقوم الجزء ده من السبتم برايمم يقوم راجع قافل الفتحة بسبب ان في اوفرلاب بين السبتم سكندم والسبتم برايمم. طب يا دكتور احنا عايزين الدنيا تكون اوضح من كده شوية، من عينيا الاتنين هوريك فيديو هايل وهعمل لك كومنت عليه وهنوقفه بالتصوير البطيء ونتفرج. بص يا دكاترة، انا هنا فاتح الهارت كورونال سيكشن، يعني باصص على الهارت من الفرونت، قطعت نصه القداماني ورميته، فthis is coronal section in the heart. ادي الاندوكارديال كوشن اللي اسمها septum intermedium، قسمت الاتريوفنتريكولار كانال into right part and left part، واتفقنا من شوية ان الجزء اللي هنا ده بتاع الاتريوفنتريكولار كانال هيدي الكاسبس بتاعت الاتريوفنتريكولار فالف، هنا ميترال فالف وهنا ترايكاسبت فالف، والجزء ده بتاع الاتريوفنتريكولار كانال هيديني الاتريوم، هيشارك في تكوين الاتريوم، والسبتم انترميديوم شخصيا هتشارك في الممبرينس بارت اوف ذا انترفنتريكولار سبتم. يعني اذا يا دكتور this is the primitive atrium and this is the primitive ventricle، بينهم الاثنين السبتم انترميديوم اللي قسمت الفتحه اللي بينهم into right part of atrioventricular canal and left part of atrioventricular canal. ايه اللي هيحصل يا دكتور؟ بص معايا كده، هوب ستوب. ايه اللي ظهرت قدامي دي؟ ادي اول سبتم ظهرت عشان تقسم البريمتيف اتريوم انتو رايت سايد اند ليفت سايد، فبسميها سبتم برايمم، عامله شبه الهلال نازله علشان تتوصل بالسبتم انترميديوم. بقى الفورامين اللي تحت ده اسمه فورامين برايمم. كمل يا دكتور. هوب كبرت قوي ووصلت خلاص قربت توصل للسبتم انترميديوم، وادي الفورامين اللي بيصغر اللي كان اسمه فورامين برايمم قبل ما يتقفل يا ولاد بيقوم ظاهر الاخرام التانية والفتحات اللي في السبتم برايمم اللي هسميها بعد كده فورامين سكندم. هوب كده الفورامين برايمم اتقفل واتفتح بداله مين؟ في نفس السبتم اتفتح الفورامين سكندم على الايد اليمين او على الناحية اليمين للاتريو فنتري للسبتم برايمم، على الناحية اليمين للسبتم برايمم ظهرت سبتم تانية باللون الاخضر اهي اسمها سبتم ايه؟ سكندم. هوب شكلها شبه الهلال يا ولاد، نازلة هي كمان تتقابل مع الاندوكارديال كوشن من قدام، بس يبقى الفتحة اللي تحتها دي او الجزء اللي تحتها ده هيبقى اسمه فورامين اوفال. نكمل. هوب اهو ادي السبتم سكندم نزلت ووصلت للاندوكارديال كوشن وبقى في تحتها فورامين اسمه فورامين اوفال. يبقى اللي باللون الازرق دي يا دكاتره كانت السبتم برايمم، كان الخرم اللي تحت اسمه فورامين برايمم اتقفل وظهر بداله فورامين سكندم، ام جاي على الايد اليمين سبتم تانية باللون الاخضر اسمها سبتم سكندم شبه الهلال، نزلت ووصلت للفنترال اندوكارديال كوشن وسابت تحتها فتحة اسمها فورامين اوفال. تعالوا كده نتفرج على الدايركشن اوف بلاد فلو اهو، من الرايت اتريوم عن طريق الفورامين اوفال، وبعدين يخش بين السبتم دي والسبتم دي عشان ينط من الفورامين سكندم ويلاقي نفسه دخل فين؟ في الليفت اتريوم. يجي الدم يرجع تاني ما يعرفش، هيلاقي السبتم دي عملت اوفرلاب وقفلت على السبتم دي اهو. نتفرج عليه تاني يا ولاد كده من غير ما اوقفه بقى، سبتم برايمم جت وراها سبتم سكندم، دخل الدم من الفورامين اوفال ثم عن طريق الفورامين سكندم الى الليفت اتريوم. اتمنى نكون فهمناها يا ولاد، انا شخصيا الحمد لله فهمتها. نشوف كده ايه اللي عندنا.
بعد السلايد. بص معايا على الرسمة التوضيحية اللذيذة دي اللي بيقول لك تاني ده دايركشن اوف بلاد فلو، بأكد عليك يعني شفناها مرة بالرسمة ومرة بالفيديو ومرة بالاستريشن. بص كده، ادي السبتم سكندم تحتها الفورامين اوفال، وادي السبتم برايمم كان اتخلق جواها السبتم سكندم الفورامين سكندم سوري. يبقى تاني مين دي؟ سبتم برايمم كان تحتها فورامين برايمم، لما وصلنا وقفلناه قام ربنا خلق لي فورامين تاني في نفس السبتم اسمه فورامين سكندم. اما بالنسبه للسبتم اللي جت على يمينها دي السبتم سكندم اللي كانت الفتحه اللي تحتها اسمها فورامين اوفال. قبل الولاده الدم ينتقل من الرايت اتريوم للليفت اتريوم عن طريق المنظر ده، فورامين اوفال ثم فورامين سكندم ثم ليفت اتريوم، يجي الدم يرجع تاني هوب تقوم دي قافله عليه كده ما تخليهوش يرجع تاني. بعد الولاده يزداد الضغط في الليفت اتريوم، فيبقى الدم اللي في الليفت اتريوم يزق السبتم برايمم اجينست ذا سبتم سكندم. بعد كام يوم من الولاده يقوم حصل فيوجن من التو سبتا دول فالفورامين اوفال يتقفل، فيبقى عندي في الماتيور هارت في السبتم اوف ذا رايت اوف انتر اتريال سبتم، اما ابص عليها من الرايت اتريوم من هنا هلاقي فصه هسميها فصه اوفاليس، الفلور بتاعتها معموله بالسبتم برايمم، اما الحدود بتاعتها او الليمبس فوسا اوفاليس معمول باللور بوردر اوف ذا سبتم سكندم. اتاملوا كده في الصوره يا اولاد ونقول سبحان الله. علشان خلصنا بقى الاتريوم كامله، نتكلم على ماذا يتبقى في الليفت اتريوم يا دكتور. يتبقى في الليفت اتريوم يا اولاد ذا سموث بوستيرور وول اوف ذا ليفت اتريوم. الليفت اتريوم بيستقبل اهو، وات اباوت ذا بوستيرور وول اوف ذا ليفت اتريوم؟ الليفت اتريوم بيستقبل من اللانجز البلد عن طريق الكومون بالموناري فين الناتج عن تجمع اربعه بالموناري فينز اتنين يمين واتنين شمال. ايه اللي يحصل؟ البروكسيمال بارت بتاعت الفينز دي كلها، يعني الجزء اللي قريب من القلب اللي انا بشاور عليه ده، يحصل له absorption into the wall of the developing left atrium زي ما انت شايف اهو، يخش يحصل له incorporation ويمتص في ال wall بتاع ال developing atrium، علشان finally خالص تلاقي كل ال left atrium تقريبا هو عبارة عن الجزء الممتص من الأربعة pulmonary veins، ويبقى هو ال smooth part of the left atrium من جوه. يبقى هنا انا باصص على ال left atrium من قدام بعد ما فتحته، هلاقي فاتح فيه من ورا البالموناري فينز، الاربعه بالموناري فينز البروكسيمال ارياز بتاعتهم اللي ناحيه القلب تمتص في البوستيرور وول فتعمل لي البوستيرور سموث بارت اوف ذا ليفت اتريوم. يبقى يجي السؤال دلوقتي يا شباب، اديني نبذه كده عن مصادر الديفلوبمنت اوف بوث اتريا، سامرايز ذا سورسز اوف ديفلوبمنت اوف بوث اتريا. تيجوا نعمل سامرايز كده؟ نعمل يا دكتور. اولا كل اتريوم فيه حته رف وحته سموث. تعالوا نتكلم على الرايت اتريوم، كان الرف انتيرور وول اوف ذا رايت اتريوم معمول بالبريميتيف اتريوم، اما البوستيرور سموث بارت اوف ذا رايت اتريوم كان معمول بالابزوربد رايت هورن اوف ذا ساينس فينوزز اللي انا قلتها في المحاضره اللي فاتت، وكان فيه الفالف اوف ذا ساينس فينوزز اوبننج اللي كان فيه رايت فينوس فالف وليفت فينوس فالف لو تفتكروا، كانت عامله سليت لايك اكشن. قلنا ان الرايت فينوس فالف عمل كريستا ترمينالس والليفت فينوس فالف اشترك في الانتر اتريال سبتم. جميل. والجزء الاتريال من الاتريوم فنتريكولار كانال شارك في الاتريوم. طب ما تيجوا نتكلم على الليفت اتريوم بقى. قال لك الليفت اتريوم الراف بارت بتاعه اللي هو يا دوبك الاوريكل بس جاي من البريمتيف اتريوم، اما بقيه السموث وول كله جاي من الابزوربد فور بالمونري فينز. ماشي يا شباب؟ وادي الصورة تاني عشان نفتكر. What are the sources of the right atrium and the left atrium? The anterior rough part of the right atrium جاي من ال primitive atrium. The posterior smooth part جاي من ال absorbed part of the right horn of the sinus venosus اللي بقينا بنسميه دلوقتي sinus venarum، يعني الجزء السموث of the posterior wall of the right atrium. وادي الاوبننج اوف ذا ساينس فينوزز اللي كانت عامله شبه السليت لايك فالف،
الرايت فينس فالف الداني من فوق الكريستا ترمينالس ومن تحت الفالفز اوف كوروناري ساينس اند انفيرو فينا كيفا، والليفت فينس فالف شارك مع السبتم سكندم علشان يقفل الانتر اتريال سبتم. وادي الجزء بتاع الاتريو فينتريكولار كانال، الجزء الاتريال بارت. طب بالنسبه للليفت اتريوم من اين اتى؟ The rough part present in the auricle كان جاي من ال primitive atrium. The smooth wall is coming from the absorbed proximal parts of the four pulmonary veins. والجزء ده كان بيتكون من ال atrial side of the atrioventricular canal. وطبعا ما مش محتاجين افكركم ان في septum primum قفلت تحتها الفورامن برايمم واتفتح فيها الفورامن سكندم، وجاء على ايدها اليمين السبتم سكندم اللي سابت تحتها الفورامن اوفال، فبقى الدم يخش من الفورامن اوفال ثم من الفورامن سكندم ثم يخش في الليفت اتريوم بعد الولاده، يزيد البريشر في الليفت اتريوم فيرجع السبتم برايمم اجين السبتم سكندم، والحته دي يحصل لها فيوجن مع بعض، واشوف في الادلت هارت او في الماتيور هارت فصه اوفاليس اند ليمبس فصه اوفاليس. اتمنى يا اولاد ان البوث اتريا بالانتر اتريال سبتم بالسورسز بتاعه كل حاجه فيهم نكون فهمناها في حوالي ال 25 دقيقه اللي فاتوا اللي اتكلمنا فيهم دول. نلتقي ان شاء الله في حلقه او في محاضره قادمه لتكمله قصه الديفلوبمنت اوف ذا هارت. اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معاكم دكتور احمد فريد، مدرس الاناتومي والامبريولوجي في كليه الطب جامعه عين شمس.